فندم دلوقتي ايه مشكلة الخضار وارتفاع سعر الخضار ده سببه ايه؟ احنا ما عندناش اي مشكلة، الخضار ده ناتج محلي. مفيش فيه اي تدخلات خارجية، يعني مثلا على سبيل المثال الدولار اللي عامل هوس للناس. احنا بنشتغل مع الفلاح المصري اللي هو العمود الفقري للشعب المصري، احنا بندي قروض للفلاح عشان يزرع. تدي له مقدمات يعني؟ بندي له قروض قرض عشان بنساعده عشان يزرع. ثم بعد كده بيجيب المنتج بتاعه بنسوقه له مش بنشتريه منه. يعني ايه بقى؟ معظم المواطن المصري عنده يعني ستينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي كسدت في الافلام وفي المسلسلات ان تاجر الجمله هو محتكر بطبعه. لا، والمعلم الكبير ويا غزال وهات الولع عياض والكلام اللي بيحصل ده بقى والسوق والناس بالظبط يا فندم. بالظبط. ولكن ده غير، يعني ده مالوش اي سند من الصحه يا راجل. لا يمكن، انت حضرتك في وسطينا بالدليل. نرجع بس ان احنا الموضوع الفلاح. الفلاح ده احنا عمود الفقري للشعب المصري. احنا بنقول الفلاح ده هو الثروه القوميه الحقيقيه بدون مزايدات من حد. احنا لازم نعتني بالفلاح، لازم نحافظ عليه، لازم نوفر له السماد، لازم نوفر له المبيد، لازم نوفر له ارض صالحه بمركز البحوث الزراعيه يقوم بدوره، وزاره الزراعه تقوم بدورها تجاه الفلاح. احنا بندي قروض من سنه 48 47 من ايام سوق رضوى الفرج في بدايه نشاته، ابائنا واجدادنا اللي هم كانوا في سوق عمامنا، واخد بال سعادتك. فالنهارده احنا عايزين نقول حاجه واحده بس، التاجر ليس محتكر لهذه السلع، تاجر الجملة على وجه الخصوص. أما تاجر التجزئة هو بيشتري مني وعنده الله أعلم مصاريف، أعباء، كهرباء، مية، غيره 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 غيره، كل الكلام ده على عيننا وعلى رأسنا. ولكن هامش الربح اللي هو بيضيفه تاجر التجزئة أنا ما أقدرش أتحكم فيه، ما أقدرش أقول أنت ضيف كذا اعمل كذا، لان انا ببيع بينتهي دوري ان انا ادي قرض للفلاح، ثم الفلاح يجيب لي الخضار بتاعه او الفاكهه بتاعته، ثم انا باخد هامش ربح عموله متفق عليها بينه وبينه ما بتزيدش، يعني تبدا من 5% لا تجاوز 8%. هو ده تجاره الخضار الحقيقيه. اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. عشان الكلام ده بقى